هذا وأكد مدير عام دائرة صحة نينوى وفلاح الطائي استقرار الحالة الصحية لجرح التفجير الإرهابي، مشيرا إلى وجود أدوية وعلاجات متعددة تسد احتياجات الحادث. وأوضح الطائي أن دائرة صحة نينوى استنفرت كوادرها ومستشفياتها وتمكنت من احتواء الحالات وسيطرة على الموضوع. خلال الدقائق الأولى سارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحدث، كما هب أبطال دائرة الصحة نينوى من جميع المنتسبين والكوادر الطبية والأطباء إلى المستشفيات، وأعلنت مستشفيات نينوى حالة تأهب قصوى لاستقبال هؤلاء الجرحى. والحمد لله الحالات الآن في المستشفى، الحالات الجرحى حالة مستقرة والحمد لله، ومتابعة من قبل جميع المنتسبين. ومستشفياتنا موجود فيها الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك مصرف الدم مجهز بما يحتاجونه هذه المستشفيات.